ابيسود 5 اللي غادي نقادو فيها الماريو والنص ديال بيت نعاس. اوكي علاش قلت لكم جايز غادي نقادو فيها النص ديال بيت نعاس؟ لحقاش بيت نعاس ديالي اللي نتوما عارفين غادي ندير الناموسيه وشحال من حاجه، باقي ما خديتش داكشي كامل اللي كيكون حدا الناموسيه، مهم لا بارتي ديال الناموسيه باقي ما قديتهاش. فهاد الفيديو جايز غادي نقادو غير النص ديال البيت اللي هو حوايج ميك اب، نص ديال سكين كير لحقاش نص ديال سكين كير غادي يبقى عندي في البيت، والنص الاخر غادي يمشي للحمام. غادي نمونطيو الكوافيز جديد لحقاش خديت كوافيز جديد، كنت خديت واحد الموبل ديال المكياج اللي كنت مونطيتو معكم في واحد الفيديو شحال هادي. واليوم غادي نمونطيو الموبل الثاني اللي هو الكوافيز، خديت واحد جديد صافي غادي نمونطيو في الفيديو باش نتهنى من الحوايج كاملين. لحقاش ما تخيلوش ما تخيلوش، دابا تقريبا سيمانه ونص وانا كنمشي للستاج كنخرج كيخصني نقري شحال من حاجه وكيخصني نبقى لابسه نفس اللبسه، وفاش كنبغي نجبد شي حاجه اخرى كنرون الدنيا كامله. دابا غادي نوريكم الروينه اللي عندي هنا، لحقاش كلشي خشيه في الخناشي وما بقيتش عاقله. هاد السروال فين درتو، هاد الجاكيطه فين درتها، ما بقيتش عاقله حتى شي حاجه. ففاش كنبغي نقلب على شي حاجه كنرون كلشي. تصورش لي جايز عندي الحوايج دابا ملوحين في الارض، نيه مرونه. هذا غادي يكون اكثر فيديو انا كنتسناه، لحقاش كنتسنى غير انت ندخل حوايج الماريو نتهنى منهم، لحقاش شادين ليا اسباس كبير. كيف ما كتشوفوا جايز حوايج مرونين، كما قلت لكم فاش كنبغي نجبد شي حاجه كيخصني نرون كلشي. بغيت غنجبد فوطه كيخصني نجبد هذيك كامل اللوحه هنا عاد نلقى الفوطه وخصني نرجع داكشي، خصني نهز هادشي كامل ندخلو الماريو. Then guys this part هنا عندي داكشي ديال سكين كير، سبرديلات guys everywhere. دابا غادي ندخلو لبيت نعاس. بيت نعاس عندي ناموسيه اللي ملي وريتها لكم في الفلوغ اللي فات باقا كيف ما هي، ما تبدلات حتى شي حاجه. لحقاش كيف ما قلت لكم باقا كنتسنى ناخد داكشي ديالها. هادو هما الحوايج اللي كنت كنجبد وكنرود الدنيا على قبلهم. هاد السيمانه ونص كنت كنلبس طايب نفس الحاجه كل نهار. وهذا جايز هو الموبل اللي كنت مونطيت معكم داك النهار اللي كنتو باقي عاقلين في الفيديو. وهذا اللي مورا الباب اللي كنعمل عليها جايز اللي تما هي اللي غادا تجي من فوق الكوافيز، كان ديجا عندي وعجبني صراحه لحقاش من مورا هاد الدواب سو غتجي زوينه معاهم. وهذا هو الماريو ديالنا العجيب اللي غادي نخشيو فيه داكشي كامل اللي هما الحوايج اند ايفريثينغ. باقي كنعقل في الفيديو فاش كنت كندير لكم تور في الدار، عاود ما نقول ماريو قلت لكم مجر، كلشي بدا كيقول لي لا ما كنقولوش مجر كنقولوا ماريو كنقولوا هادي كنقولوا بلاكار. انا راني عرفت ولكن فاش كتكونوا كتصوروا كتكونوا اكسايتد كتكونوا كتهضروا بزاف لايك كتبقاو تغلطوا في الهضره، سو انا عارفه بلي هذا ماريو. كاين اللي كيقول ليه بلاكار ولكن انا كنقول ليه ماريو. غلطت في ديك لا فيديو وكلشي بدا كيقول لي لا. فيرست اوف اول جايز غادي نبداو باول حاجه اللي هما هاد الطبقات. هاد النص جايز ديال ماريو كيجي بحال هكا، بزاف ديال الطبقات اللي كبار واحد شويه واللي غادي يهزوا ليا فريمون الحوايج. فان عندنا هاد المجوره اللي واحد غادي ندير فيه ماي اندروير، واحد غادي ندير فيه تقاشرو داكشي، واحد غادي ندير فيه داكشي ديالي ديال لاصال. واخا ما كنمشيش لاصال ولكن زعما باش نتموتيفا نولي نحل المجر ويبانوا لي الحوايج ديال لاصال مقادين وزوينين ونزعم انني نمشي ليه. فان عندنا نص ثاني ديال الماريو اولا البلاكار كيجي فيه علاقه واحده. سو انا فاش فكرت غادي نعلق غير تما الحوايج وغادي يوصلوا تقريبا حد هنا، لحقاش ما نعلقش دريسز، نعلقات جاكيت اولا لايك تي شيرت، يعني غادي وصلت لهنا وغيبقى ليا النص ديال الماريو خاوي. فانا كنت كنفكر انني نشري مجر، مجر عادي ونخشي تما، ولكن المجر غيتقن عليا غالي وشحال من حاجه، فقلت علاش لا اللي ما نديرش علاقه بحال هادي نديرها هنا لتحت. سو مشيت جايز خديت علاقه وخديت لها هاد العيبات ديالها باش نقادوها انا وياكم في هاد الفيديو. سو هكا غادي تولي عندنا علاقه الفوق وعلاقه هنا، غايجيو فيها الحوايج حد هنا ويبقى ليا لتحت نقدر نحط دي طالون. لحقاش لي طالون ما كنلبسهمش بزاف ديكو احسن حاجه يبقاو في الماريو، ماشي بحال السبرديلات كنلبس السبرديلات كل نهار، نخليهم في شي بلاصه حدا الباب ولا ندير لهم شي مجر من بعد، ولكن فور ذا مومنت لي طالون نخشيهم في الماريو. واول حاجه غادي نبداو بها وهي نشدو هادي نعلقوها في الماريو باش نعلقو فيها الحوايج. قادين لحقاش جاو شويه قراب دوكو هنا الفوق غادي خصني نحط شي حاجه اللي قصيره وصغيره بحال تي شيرت كروب توب داكشي نقدر نحطو من الفوق. جاكيت غادي نحطو من تحت لحقاش لتحت كاين لي سباس كثر وتحت منه نحط لي طالون. سو اول دون جايز دابا غادي نجرو دوك الحوايج كاملين ونبداو نسدفو في الماريو. ليتس دو ات. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عندي هنا خمسة العلاقات كل وحدة فيها 10. ملي غادي نعلق فيهم الحوايج هنا باقي ما عرفتش باش غادي نبدا اكزاكتومون، ولكن غدا غنبدا لحقاش لو بقيت كنهضر ما غادي ندير حتى شي حاجة.
ولا حوايج ديال سبور دخلتهم للمجر، باقي ليا التقاشر واحد الطاكيات وداكشي غادي نديرهم في هاد المجر الابيض اللي هنا. دابا غادي خصنا نقادو كوافوز باش نحطو حداه المجر الابيض ونستفو فيه داكشي وهو محطوط هنا. غادي نجبدو دابا باي ذا واي جايز، خديت دوك الطابلوات اللي كنت قلت لكم، ما عرفتش واش عقلتو عليهم ولا لا، غنخليكم التصاور ديالهم هنايا. من بعد ما نمونطي هذاك الموبل غادي نوريهم لكم. فاش جايت لوكسو كيوت، درت من الفوق هذيك المرايه اللي كانت عندي في الدار وما درتش هذاك المجرى اللي كان عندي في الدار. كيف ما قلت لكم هذا كان خصني نتقبل ليه الحيط، ولا بحال دابا بغيت غنحول الناموسيه نجيبها هنا اولا هادو نديهم للقنت الاخر اولا زعما نبدل الديكور ديال البيت، كان هذاك غادي خصو يبقى فيكسي ولا نجيب ثاني شي واحد اللي يتقبل ليه الحيط. وداكشي علاش جايز خديت ديس كيوت وان، المهم كيجي بحال هكا. سي هاي. وكاين هنا المجر ديالو، المجر ديالو كبير لايك تقدروا ديروا فيه ديغونجمون تحطوا فيه الميك اب اند ايفريثينغ. وهنا حطيت هذا المجر هو كيجي حدا، حطيته حدا باش هنا نكمل الميك اب داكشي لاخر، لحقاش ما نقدرش ندير كلشي تما. وندير هنا التقاشر داكشي اللي ما درتوش في ماريو وشاطلي نقدر نديرو في هذا المجر الكبار اللي هنا. فور ذا مومنت ات لوكس لايك ذس. ودابا غادي نجيبو سكين كير ميك اب داكشي كامل ديالنا، غادي نجيبوه نستفو انسي كو الروايح وداك التخربيق كامل ونخشو داكشي في المجوره باش نحيد عليه داكشي كامل من الخناشي. ات لوك سو كيوت، سو كيجي بحال هكا. لا جايز فين كاينين هذوك لي طابلو اللي كنت قلت لكم باغا نعلق في الحيط وما ما خديتهمش كبار بزاف، خديتهم شويه صغار زعما ماشي كبار اصلا النيفو ديال داكشي اللي كنت باغا في التصاور. سو جايز لاباج من قادتهم لي البنت، هي اللي كطبع لي التصاور، اي تصويره عجبتني اي تصويره ديالي ديال ماي فاميلي تصوري مع صحابي ولا شي حاجه بحال هكا، هي اللي كتقادهم ليا وهي اللي كتخرجهم ليا، كتصيفطوا لها اي تصويره كتقاد لكم. باغ اكزومبل جايز انا صيفطت ليها لي موديل اللي عجبوني، صوبات ليا لي كادر وعطاتني بزاف ديال لي موديل. دابا نقدر نحل هذا ونبدل الموديل اللي عجبني وهو اللي نعلقه في الحيط. وهادو جايز هما التصاور لي طبعات لي معاهم، طبعات لي بزاف باش نبقى اشاك فوا نبدلهم، بحال دابا طلعوا لي فراسي ولا شي حاجه نقدر نبدلهم. غادي نخلي هادي وغادي نشد هادو اللي في الزرق غادي نبدلهم بهادي وهادي. سو جايز غادي يكونوا بحال هكا هاد الثلاثه. لايك ذس فاش بدلتهم، باقي دابا كيف ما قلت لكم ما غاديش نلصقهم، نلصقهم شي فيديو اخرى لحقاش باقي ما عرفتش اكزاكتومون فين غادي نحطهم. جايز خديت مرايه، ديك المرايه اللي كتبقى تشعل الضو غير اللي نركبها لكم باش تشوف. كاش تقدرونا تحطوا جولري اولا اللي بغيتو كتوركونا يشعلوا الضو ديالها ما مجدش باقي غير كيخصها تشارجو لحقاش ما مشارجاش، ولكن المهم غادي نشارجيها مزيان وغادي نشوف. ذاتس ات جايز، دابا غادي ندوزو للستاف ديال المجوره، غادي نستفو مكياج غادي نستفو سكين كير غادي نستفو حتى التقاشر غادي نستفو كلشي في المجوره وغادي ندخلو باش نحيد عليا ديك الروينه اللي عندي برا.
ضاربه على المجوره كنعمر فيهم. خي بالكم بلي اتس ايزي، ولكن عرفتوا واش كنعمر شي مجرد وكنقاد وكنحط فيه كاع داكشي اللي خصني نحط فيه، كدوز ثاني واحد شويه كنجي نقلب وسط الخناشي كنلقى بلي عندي شله تخربيق اخر اللي كان خصني نحطو في داك المجرد. سو كنصدق جابده داك المجرد كامل باش نحط فيه داكشي الاخر، وكيخصني نقلب داكشي اللي حيت فين نحطو. ما عرفتش فهمتوا ولا لا، لحقاش كاينين مجوره كبار ومجوره صغيرين، وخصني لي كاع داكشي اللي عندي، كاع داكشي فريمون اللي عندي نستفو في داك المجرد. الا ما ناخذ شي مجوره اخرين اولا شي حاجه، لحقاش كيف ما عارفين نتوما الدار صغيره. سو خصني ندير ميكاب في المجوره، سكين كير، صبيغ ديال الظفار، الكتوبه. ما انا كنهضروا على الكتوبه، غنوريكم شنو خديت من ايكيا. ام شور بلي غتكونوا عرفتوهم اولا شفتوهم، المهم كيكونوا في البيروات خا هما كيكونوا بكاليتي احسن من هكا. انا خديت هذه ب 8 دراهم، خصني مازال قاده لحقاش ما كتكونش بحال هكا، كتسدوها من التحت وتحطوا فيها الكتوبه. وخديت هذه كانت اصلا رخيصه، هذه نورمالمون كيحطوا فوق منها الشميعات، انا غنحط فيها ماي بيرفيومز لحقاش الشكل ديالها زوين، نحطها بحال هكا ونحط هنا لي بارفان. تقريبا النص في البيت، النص الاخر غنصوبو في الفيديو الجاي باش ناخذ الناموسيه ونعلق لي طابلو ونزيد الخاميه. دابا غنوريكم النص اللي صوبنا. هذوك الخناشي اللي محطوطين تما، هذوك راه درت سم شوبينغ غتشوفوه في لا فيديو الجايه فاش غادي ندير لكم اول. وبما اننا بدينا بتستف الحوايج فغنوريكم الحوايج هما الاولين، عاد ندوزو لهاد الجهه هنايا. فهاد الجهه جايز حطيت سم جامب سوت هنا وكاينين لور، وهنا حطيت القبيات اند ايفريثينغ، وهنا شي العباد ديال البرد لحقاش دابا مشى البرد. غادي ندوزو لهاد الطبقه الثانيه هنا جايز، حطيت هنا سكيرت توبس داكشي اللي ما قدنيش فاش نحطو هنا حطيته هنايا. اذا جايز هاد الطبقه عامره كامله سراول، هادشي درت هنا كامل سراول. هاد الجهه اللي من هنا فيها غير سراول ديال جينز كاركو بانس داكشي كامل. وهنا الوسط جايز حطيت سم جامب سوت ديال التوب اللي كنلبسو بحال هكا غير في الدار. ذن جايز هاد الطبقه عندي هنا النص كاينين البيجامات، هنا شي الفوطات، وهنا لي سورفيت بالسراول ديالهم. بحال دابا بلا ما كان في ليل بشي حاجه بغيت نلبس قبيه وسروال سو كنهز من هنا. كيسو غالبا جايز هاد الطبقه ديال ماي ليزي دايز اللي ما كيكون فيا ملبس، كنجي نلبس شي حاجه من هادشي قبيه وسروال ديالها. اول مجر جايز حطيت ماي اندرويرز وداكشي كامل. الطبقه الثانيه جايز هنا حطيت غير داكشي ديال بارتيز كلوبس، واخا ما عمرني ما مشيت شي بارتيز صراحه، مشيت مره ولا جوج، ولكن المهم عزلتهم هنا لحقاش فين ما كنبغي نخرج اولا نلبس لايك سكيرت اولا شي جوبا ولا شي حاجه بحال هكا في الصيف، كما كنلقى نلبس لحقاش بحال هادشي كنكون خاشيه وسط الحوايج. سو عزلتهم هنا في هذا المجر. هنا جايز حطيت سكيرت ولا جوب وداكشي كامل ديال نايت اوت. المجر الاخر جايز عندي فيه داكشي ديال سبور ولي نصهم خصو يتلقى، هادو كاملين عندي محببين ليجينز، ولكن محببين التوب ديالهم خايب. ليجينز الوحيد اللي عندي زوينين ديال سبور وهما هاد ثلاثه. سو غادي خصني ناخذ مور. هنا عندي شورت، غادي خصني نقاد هاد البلاصه، باقي غادي خصني ناخذ حوايج ديال سبور. نيكست عندنا التحت وعندنا الفوق. حنا الفوق جايز علقت لي شوميز لي توب غير داكشي ديال الخروج هو اللي درتو هنا الفوق. فهاد الجهه اللي هنا حاولت ندير داكشي اللي عنده كوب، وفهاد الجهه اللي من هنا حاولت ندير داكشي اللي كروب توبس ونسكم، وباقي غنزيد شحال من حاجه. باقي غادي خصني نشري علاقات باش نعلق شحال من حاجه. عندي هنا سام كروب توب، وهنا عندي داكشي اللي بعقلو بالكمام ديالو ولا شوميز اند ايفريثينغ. هنا التحت معلقات جاكيتس اند ايفريثينغ. والتحت جايز حطيت دي طالون راهم كيبانوا لكم تما، لحقاش ما كنلبسش صراحه لي طالون بزاف، مي بون حطيتهم تما لحقاش فور ذا مومنت ما عندي فين نحطهم، وجاتني تما مزيان
ديالنا. دابا غادي ندوزو هنا. اول حاجه جايز هنا حطيت هاد اللعبه اللي كنت وريتكم، حطيت هنا فيلات ديال الشعر لحقاش كانوا شعري ما مشعك، اولا فاش كنبغي ندير ميكاب كنبغي ندير سكين كير كنحتاج فيلات، حطيت جايز هنا لتحت الفيلات ديالي. اذا جايز فهاد الجهه اللي هنا هادي الا كنتو باقيين كتعقلوا شحال هادي كنت دايرها في الحمام، سو دابا جبتها وحطيتها هنا. غادي ندير لكم تور فهاد الشيء اللي عندي هنا. هنا جايز عندي لي ديودورون، هنا عندي كريم ديال اليدين هذا ديال فلورمار، اندين عندي باش كنحيد الميكاب هاد الزيت ديال الشعر ديال لوريال ديال الساف، وهنا اللور جايز عندي ماي اي كريم دي افاكلار ديال الحبوب ديال ايف روشي مخليه هنا ما كنديرهاش بزاف مره ما نطليش حبوبه. هنا جايز عندي البروداكت ديال ماي مورنين سكين كير روتين كواشا، عندي هاد لي كريم ديال سيراف اللي فيهم الاس بي ار، لي برودوي ديال دي اوردينري، وهنا الفوق عندي اولا بليك. هاد البنات اللي عندهم تيك توك راه غادي تعرفوه. نيكست درونك اليفانت برودكت، عندي هنا لي برودوي ديال اوريفلام ولوريال، وهاد الجهه كامله ديال درونك اليفانت، اند ذاتس ات. ذن جايز عندي هنا باش كنحيد الميك اب ودوك العويدات ديال الودنين، ماي فيفورت بارت وهي هادي. جايز حاولت هنا نحط الميك اب ديالي كامل وفريمون المجر كبير هز ليا كلشي. عندي لور بيوتي بلندرز، هنا فاونديشن سي سي كريم سان سكرين داكشي كامل، هنا عندي كونسيلرز، هنا ماسكارا، وهنا داكشي ديال الحجبان، هنا حطيت البراشز، هنا جايز عندي باودرز براونزر بلاش، هنا عندي لي كريون ديال الفوم وديال الحجبان وديال العينين جمعتهم كاملين هنا. اكثر حاجه كتحمقني وهي البلاصه اللي حاطه فيها العكوره ديالي كاملين، جمعت كلشي هنايا. واللور عندي لي باليت راه مخبين اللور ما بينينش بزاف لحقاش اي اونلي يوز هادي بزاف. هادشي اللي كاين هنا. تما جايز حاطه الكتوبه، جاوني هادوك جوج مزيانين جمعوا لي الكتوبه اللي كنحتاج بزاف. تما عندي داكشي ديال القرايه، وتما عندي ماي جورنال. باقي غادي ناخذ واحد لازيتاجير هما فين غادي نعلق الكتوبه غنوريهم لكم من بعد. هنا حاطه اول ماي برفيومز، حاطه لي بارفان ديالي اللي كندير بزاف. عندي هنا لي زيربود ديالي، وهنا عندي اول ماي جولري حطيتهم هنايا، اند اي لوك سو كيوت توغيدر. حطيت هنا لتحت الخريصات وداكشي كامل. تما دي براسلي، هنا علقت لي براسلي، هنا علقت ماي ايرينغز، باقيين واحد جوج كانوا هنايا ما عرفتش فين ودرتهم ولا ما عرفتش فين ليحاهم. وهنا جايز حطيت كاع السناسل ديالي. اول مجر عندي فيه غير داكشي ديال الشعر، براشز الباندات، هاد ستيك ديال الشعر هذا كنتو كتسوني عليه بزاف، هذا هو اللي كيلصق لكم شعركم. كنت خديتو من علي اكسبريس وقال بشي 20 درهم وكتخلصوا عليه الديوانه لحقاش علي اكسبريس وليتو كتخلصوا الديوانه على كلشي. عندي هنا باندات، وعندي هادو اللي كيشدوا الكير، عندي في البينك اند بلاك. الجر الثاني هنا عندي دي بروتيج كولوت خصني ناخذ مازال، هنا عندي داكشي ديال بيريود، وهنا كاين اول ماي ماسكس اند ايفريثينغ. هاد المجر جايز ديال سكين كير واللي باقي خصو يعمر وباقي خصو يتقاد، هذا غادي نقادو انا وياكم في واحد لا فيديو جايه. نساو ديروا بحال ما كاينش لحقاش هذا ما يبقاش بحال هكا. هنا جايز عندي كاع نضاضر، هنا حطيت المكانه ديالي، وهنا داكشي ديال الكاميرا وداك التخربيق كامل. هنا جايز عندي بلاك بابيلي سوشوار داكشي كامل ديال الشعر. هنا حطيت صبيغ ديال الطفار صاور تليفوني لاشز وشاجورة اللور. هنا حطيت تقاشر وداكشي اللي ما تسعش ليا في الماريو. اخر واحد جايز حطيت فيه راندومز، هنا عندي الدوايات ديالي. ذاتس جايز هاد التمارين كامله على هاد شويه باش هادشي كلشي يشد بلاصو. باقي غادي نبقى شحال من حاجه غادي ندير دي موديفيكاسيون، ولكن هادشي كلشي غير كنقدو معاكم في الفيديو الجايين. نتسناو جايز الفيديو الجايه اللي هي ابيسود 6 اللي غادي نقدو فيها شحال من حاجه اخرى. سو سي يو.